أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: حاج ذهب في عصر يوم العيد إلى الحرم لطواف الإفاضة، ولكنه لم يصل إلى منى إلا بعد الفجر بسبب الزحام، فهل عليه شيء؟ إذا كان أنه جاء إلى منى يبي يبيت فيها ولكنه ما وصل بسبب الزحام، هذا معذور، هذا معذور، فعل ما يستطيع ولم يصل بسبب الزحام، هذا معذور. نعم.